رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب يا اسطى. عرفان ارزقنا يا كريم يا اسطى. عرفان الحمد لله. خلي بالك يا ابن الورشه. بالك يا اسطى. على راي الناس افتح الكبوت واقفله، المزاج المايل النسوان تعدله. انا عايزك تصلح لي العربيه دي بنفسك. مالها السنيور يا مؤاخذة؟ مش عارفة كل شوية بتسخن ليه؟ والكحة بتاعتها ناشفة ولا فيها بلغم؟ شوفي العربية بتسخن ليه بقى؟ تلاقيها بتسنن. أخبار جنين إيه يا اسطى؟ كويس إنك جيت يا رضا. لا مؤاخذة ثواني. الحقنا يا رضا، بوس إيدك. العربية بتسخن وكل ما أحط لها مية تنشف. واكله فسيخ يا اسطى. واكله فسيخ ايه ونيله يا رضا؟ يا رضا ابوس ايدك، ابوس ايدك، ما تحرجنيش مع الزبونه. انا متفق انا والزبونه نجرب العربيه في الساحل. العيب فين؟ العيب في الجيب. ايه اللي في الجيب يا رضا؟ ما تهزرش بقى، العيب فين يا ابني؟ ما انت اللي بتهزر يا اسطى. الرادياتير مخروم. هذا ناصر. اوامرك يا خبير التليين. هلا هلا. فك الرادياتير بتاع العربيه دي. العربيه بس. ست سوزي يا اهلا في منتجع الانوثه. اهلا. بلا العربيه يا ست الكل، شرقانه برضك؟ الموتور بيسخن. معلش هو دوره ماشي. ما تدوري العربيه وبعدي عن الموتور. اشمعنى؟ عشان ما اسخنش اكتر. عسل. ايه ده؟ انا بجد مش مصدقه العربيه بقت ملبن. عارفه لو انت كنت سبتها لي يومين بس انا كنت رجعت لك عربيتك كاسحة الغير. جميلة يا سنت. حلو. استغفر الله العظيم يا رب. مالك يا رضا؟ عامل زي البنت اللي اتقفشت في وضع مخل كده ليه؟ يا رضا يا رضا كبر مخك يالا. فيها ايه يعني لما الناس تقول انك شبه النسناس الكيني؟ هو حيوان زي اي حيوان، زي القط الكلب التيس. طب تصدق بالله النسناس ده حيوان جميل قوي قوي، ده ما بياكلش غير موز يالا، موز. جرى ايه يا عم عرفان؟ انت جاي تواسيني ولا جاي تضايقني؟ ما تحطش كلام الناس في دماغك وتسرح بيه. اسمع ياض الكلام مني، انا راجل شايب وعايب، اقصد شايف وعارف. ارحم. ايه في ايه؟ دي نور. نور. نور ايه؟ يا نور لحسن تكون شفت الصورة. هي عندك على الفيسبوك؟ دي الصورة دي كان ناقص لها يومين وتتحط على علب السجاير. أكيد الواد نادر الرخم ده قال لها. في ده هي مش مهم، المهم أنت لازم تحط في دماغك إنك مش شبه النسناس. بس خلاص سيبني وامشي أنت. وحتى لو شبه النسناس ده حيوان زي أي حيوان. خلاص امشي أنت. أنت مش شبه النسناس يا رضا. خلاص مش امشي أنت. حط ده في دماغك. خلاص امشي أنت. خلاص. أمشي إزاي قبل ما أقول لك أنت مش شبه النسناس؟ خلاص أنا كده صدقت إن أنا نسناس. جرى يا عم عرفان. مش شبه النسناس بقى خلاص. صباح الخير يا رضا. صباح النور يا قمر بالنور. بقول لك ايه، العربيه قطعت تاني. لا والله ما حد مادد ايده في العربيه غير انا. قدامي يا قمر، قولي لي عيب فين. خلاص خلاص يا سيدي ماشيين. تخيل يا رضا، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. ايه يا ستي، على الاقل ان احنا بنشوفك يعني. معلش بقى هتعبك معايا، بس انا مستعجله على العربيه قوي. لا لا ولا يهمك، دي هي كلها ربع ساعه وهسلمها لك زي الفل. اصل انت مش عارفه انا بعايز عربيتك دي قد ايه. بجد الكلام ده من قلبك؟ من جوه جوه حواري قلبي. اصل انا بحب العربيه دي قوي. وانا كمان بحبك. انا عند رضا في الورشه شويه وهخلص واكلمك. باي. تاني كنت بتقول حاجه يا رضا؟ لا بقول لك عرفان بيقول لك روح امسك اللمبه. حاضر. العربيه اتظبطت ظابطه زي الفل يا قمر بيطل. تسلم ايدك يا عم عرفان. لا خليه عرفان حياه، احنا بقينا الريليشن شيب. خلاص عرفان. او صحيح شفت صورتك اللي على الفيسبوك امبارح. صوره ايه؟ صوره النسناس الكيني طبعا. بس بقول لك ايه، دمها خفيف قوي ولايقه عليك. ما انا قلت له كده. ايوه صح. وقلت له والله حيوان زي اي حيوان.
يا رضا. نعم يا امه. يا رضا. ايوه يا امه. يا رضا. ايوه يا امه. ارهقتني ذهنيا. مالك يا دناي متدلدل كده ليه؟ نور شافت الصوره. صوره ايه؟ صوره النسناس. طب ما تشوفها. هو يعني اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ لا خلق غيرها بس انا بحبها يا امه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه يا امه. هروح بيت جدي اقعد كده اشوف الدنيا فيها ايه وربنا يسهل. تقلقش عليا يا امه. ماشي يا دناي روح بيت جدك. كان روح ابوك ترفرف عليك تنسيك همومك. ما روح ابويا دي هي اللي جايبه لك كافيه. قوليها لي في وشي يا امه ما تتكسفش مني ان نور مش هتبص لي يا امه. ليه يا دنايا ده انت زي الفل. لا مش زي الفل يا امه انا وحش وانت عارفه يا امه. عمر الحب يا حبيبي ما كان بالشكل. امال بايه يا امه؟ بالقلب يا رضا. بالقلب الطيب يا دنايا. يعني انت يا ماما بتحبيني؟ امال ايه؟ ده القرد في عين ام غزال. ربنا يسامحك. هو المهم القلب زي ما امي قالت لي. الشكل برضو مهم. الله يكون في عونك. شكل انا عجيب اللي مجنني. ما اطلع اشوفها. 4.35 قلت ما بديهاش بقى. صح يبقى كده البوسه تقف بكام يعني؟ البوسه يا لهوي دي غاليه قوي. هو حصل ايه في الدنيا ولعت كده ليه؟ ما تجيب بوسه ابو بوسه كده في الصلاه عين عينك. ما تقوم ترقصينا شويه يا راجل. اتلم ده انا حامل في التاسع. انت كنت بترقصي وانت حامل فيا؟ اتاري شخصيتي طلعت مهزوزه. قوم البس بقى وانزل. انا هنزل دلوقتي اروح الورشه بس لما ارجع هترقصيني. ده انت مصر بقى. يلا يلا سلام. فاكر يا كيتي؟ حلوتي انا جبت كل حاجة. ها نزل ولا لسه؟ كان هينزل. ليه ما نزلش بس؟ خينا كيتي يا لهوي. يا نهار اسود اعمل انا دلوقتي يا كيتي؟ هتستخبى طبعا. تعالى استخبى. خينا انزل على طول كده. امي عارفة بتتكلم مع مين يا كيتي؟ ايه ده بتاع العيش. انا هطلع افضحهم. مسروع على ايه؟ كركم البلا. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار. حمار زي ابوك. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايزني اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه انزل اجيب لكم ازازتين بيله؟ انا طول عمر صداقتي بامك عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل. يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجننك. بس والله العظيم والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيال. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لا مؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضه ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاعت زمان الجميله ديت. بص يا رضا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس. انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل. على راي المثل الميه تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقه ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا
وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي، انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتكش يا راجل اتنايل. ربنا يسامح. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همس. طب ايه، اجيب لك مصاصه؟ لا انا عايز بوزو. بوزو تيه ونيلي تيه. امسك المنبه الزفت ده، اظبطه على ربع ساعه زياده عن الساعه اللي كنت فيها. ها استنى، ما تعملش حاجه. سلام يا رضا. محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبطة. اوعى يلا. صحيح، الطاري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها، الشباب يعكسوها ومشيت. اصل انا بصراحة خفت اتدخل، الشاب اللي عمله زي العربية الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر، مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو، لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. استغفر الله العظيم. طب يا سيدي هات المنبه في النص، بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعه واحده بس، يعني لو ما لحقناش نعمل اي حاجه قفانا هيقمر عيش. يظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام، حط المنبه في النص. جاهز؟ جاهز. اختي والراجل اتاخر كده ليه؟ عمال يعوي بره. ده الليله باين عليها حلوه من اولها. انتوا طلعتوا لي منين كده وانا بقميص النوم؟ قميص النوم ايه يا وليه؟ ده انت لابسه اسوان. يا رز! اللي مين رزق ده؟ اكيد صاحب الصوان. يا رز! يا قلب ده عندي الفقم من جوه. بقول لك اسكتي. انت متجوزه رمسيس الثاني ولا ايه؟ فين انا؟ مين دول؟ والله العظيم يا حبيبي ما اعرف، دول طلعوا لي كده فجاه على السرير. فعلا يا استاذ رزق، المدام بتتكلم مظبوط، احنا طلعنا من السرير. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا رضا؟ هو الاستاذ رزق حمار عشان يصدق اللي انت بتقوله ده؟ احنا بتوع الغاز وجايين نكشف على الماسوره الام. حب عمري ابن قلبي، والله العظيم ما خنتك ابدا. اسكتي يا خاينه يا سفله، انا اول واخر مره اعيش معاكي، انا عايش معاهم. انا هتصل لماما. لا لا ماما لا، استنى بس يا رزق يا رزق. فكك من الرزق دوت وخليكي في الرزق اللي في ايدي. طيب انا هطلع بره بقى وارد عليكم الباب يعني. الله بواسيها، انت نسيت لازم نلحق نور ومشوار نور. معلش يا غزال، ساعة زمن وراجع لك تاني. ماشي بس ما تتاخرش. وانا اقدر برضه. مع السلامة يا رز يا رز. تعالى. هي نور يا عم عرفان. انت طالع بمنظرين يا رضا، انت هناك اهو. يا نهار ازرق، ايه القميص اللي انا لابسه ده؟ ده فعلقي جامد، يا ريتني كنت لبست البطيخي كان احلى بكتير. العيب مش القميص، العيب في الرخيص اللي زيك. العيال هم ايه العيال هم؟ انت بتقول لي انا؟ ايوه. يلا يا رضا اتشطر وتلحلح كده ومدمر العيال كلها. يلا يلا يا بيه، انت بطل النهارده، اليوم يومك يا دمشقي. شد يا وحش. يلا يا رضا. يلا حفزني بسرعه يا رضا. رفع حواجبها ومحدش عجبها، محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبات. يا نهار اسود. ايه ده؟ رضا
روح.